طبعا هواي ما يدرون انه عماد باجلان طافر من فريق كانت المعبد بمسلسل يوزر سيف. لعنة مسعود عليكم، لعنة مسعود عليكم، مسرور لم يغفر لكم ابدا. طبعا احنا اليوم عندنا مسلسل خان الذهب، عوف اليوزر سيف على صفحه، بس انتوا لمن تشوفون؟ شنو دوركم؟ ظل انت بهذا برودك، لك بابا هذول راح ياكلون بينا مثل الارض. قبل ما يجي هذا امير وياخذ هالقاب ويسجلها باسمه، امشي دير بالك. الصالحه سالم. سالم وهسه الصالحه لاخوك بتيامت؟ اوف سالم ما عليك بيها، امشي. نسيت مرتك الحراميه اللي باقه الذهب وغراض وسكتنا؟ امشي اطلع برا. ضيعوا فيه، خلى خابر عشرة يجون يشبروه بالسجن، صاير شقي جاي بسكينه ما صلاقه، هذا اللي سويته براسه خير، هي هاي تاليه. لحظه، هنا دور صابرين هو لزرع الفتنه والفرقه بين الاخوان حتى تكوش على اموال البيت، ومن تشوفها تتخيلها انسانه وديعه وهادئه وتخاف على بيت العائله من التفكك والانهيار، لكن الحقيقه هي حيه رقطه. بس ما فهمت شو ربط دور صابرين بحكومه الاقليم ومسعود برزاني؟ الحزب الديمقراطي والسيد مسعود برزاني المسؤوليه الكبرى بهذا الانشقاق الحاصل في القوى الشيعيه والبيت الشيعي، يتحمل دور ابو مسرور جاي فيت ويا دور صابرين. ومثل ما ذيك هجمت بيت حج سامي وخلت الولد متذابحين بيناتهم، ابو مسرور اشتغل البلد اكس ومربع واخذنا فلاح ملاكه الى ان قعدنا على البلوكات. بس لحظه، صابرين بعد عندها مهارات اخرى غير زرع الفتنه والحقد. يا سبحان الله، نسخة طبق الأصل، بحيث من أول رمضان صابرين علاقتها وتفوق وتاكل وتوصوص. هسه تقول لي ذيك افتهمناها، هاي شربطها بحكومة مسعود برزاني والإقليم، شلون؟ شلون؟ داك مسعود البرزاني من 2003 هاي صارت 19 سنة، كل سنة ياخذ من عنده غاز بقيمة 5 مليار دولار. لحد الآن ماخذ غاز مال حكومة 95 مليار دولار. موضوع الفلل الموجودة في أمريكا، في يعني من أين أتيتم بثمنها؟ كيف اشتريتوا هذه الفلل؟ وشهريا يبقون تقريبا 300 400 إلى 500 مليون دولار فلوس النفط، وأحد لا يعرف أين تذهب هذه النفط وإلى من تبيع وين هو فلوسه. هل هناك إقليم في العالم، بكل العالم، تباع سيارة قوات المسلحة وزارة الدفاع تباع بالشوارع قشق؟ ياخذها الكردي يفتر بيها ويصعد بيها غنم؟ شعار مسعود نفطنا لنا ونفطكم لنا. لو مسعود البرزاني اللي ياخذ ثلث ميزانية العراق ويقول اريد اقسمه ويقول ماكو عراق. اذا نقارن قبل يعني قبل ما استلمت السلطة وبعد ما استلمت السلطة، شنو اللي زاد عندكم من الثروة، من الاملاك، من الطائرات الخاصة؟ حسان بس متعجب على رأي الشارع العراقي اللي من أول يوم رمضان اليومنا هذا نعل سلفة سلفاها صابرين وهلها لين باقت لها كم محبسة وكم مسوار وكم فلس، في حين أنه عصاب مسرور قاعد البلد عرنقات، شو لا حد ذكره أو قال ليش ده سوي؟